السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخواتي احبابي في الله، اهلا بكم في قناتنا قناه منوعات نور. جينا النهارده حلقه جديده من سلسله المراه والحمل، هنتكلم فيها عن حجم وشكل الجنين في الشهر الاول. قبل ما نبدا الفيديو بتاعنا، احب افكركم باللايك والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتدعمونا ونشير الفيديو عشان يوصل لاكبر عدد ممكن. محتويات الفيديو بتاعنا: المراحل التي يمر بها الجنين خلال الشهر الاول، وحجم الجنين، وايه اللي ممكن هنشوفه ان شاء الله في الاشعة فوق الصوتية في الجنين. نبدأ الفيديو بتاعنا بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. يمر الحمل الذي يستمر الى 9 أشهر على الاغلب بمراحل وتطورات تحصل للجنين، كما انها تحدث تغيرات على الام الحامل ايضا. واهم الشعور التي يجب الانتباه الشعور التي يجب الانتباه اليها هي الشهور الثلاثة الاولى. المراحل التي يمر بها الجنين خلال الشهر الاول: تلتصق البويضة الملقحة بجدار الرحم بعد 5 أيام الى اسبوع من حدوث تلقيح البويضة بواسطة النطفة، وهو ما نسميه بالتعشيش. وبعد ذلك تبدأ البويضة الملقحة بالنمو باتجاه جوف الرحم، حيث تتضاعف الحجم كل يوم تقريبا لتشكل لدينا المضغة. ثم يبدأ الحبل السري بالتشكل، حيث يحتوي الحبل السري على أوعية دموية تقوم بنقل المواد الغذائية والأكسجين للجنين. ويكون في هذه الفترة قد بدأ يتشكل السائل الأمونسي، وهو عبارة عن كيس يحتوي على سائل. يقوم هذا الكيس والسائل الموجود فيه على حماية الجنين وتأمين حركته. وبعد أسبوع واحد من تشكيل المضغة يبدأ تشكيل الحبل والنخاع الشوكي للجنين. ثم يليها بعدة أيام تشكيل بعض الفقرات المكونة للعمود الفقري، ثم يبدأ تشكيل الأعصاب. وعندما ينتهي الجنين 6 أسابيع من عمره، يكون لديه رأس وعنق. مع نهاية الأسبوع الخامس تصبح المضغة تتألف من 3 طبقات: الطبقة الخارجية وتتألف من الدماغ والأعصاب والجلد، والطبقة المتوسطة التي ستتشكل العظام والعضلات والأوعية الدموية والقلب والأعضاء التناسلية، الطبقة الداخلية تتكون من المعدة والأمعاء والكبد والرئتين وجهاز البول. ثم تبدأ العينان وبقية ملامح الوجه بالتشكل، وبراعم الأطراف والأربعة، وكذلك القلب، لكن لا يمكن سماع نبضات القلب في هذا الشهر. طيب، حجم الجنين: يصل طول الجنين مع نهاية الشهر الأول من الحمل حوالي 1.25 سنتيمتر، أي 125 ملليمتر، يبلغ وزنه حوالي 28 جرام. وعلى الأم الحامل أن تراجع طبيب التوليد من أجل التأكد أولا من وجود الحمل، وتعمل على تقييم الحالة الصحية بشكل عام للأم، حيث أن الحامل في هذا الشهر قد تشعر ببعض التعب والميل للنوم، وتحدث لها تبدلات في المزاج وقلق وتوتر، وتزداد عدد مرات التبول، وقد تشعر بالغثيان، وقد يحدث الإقياء، وتعاني من حرقة في المعدة وعسر الهضم ونفخة في البطن واشتهاء أو عدم رغبة ببعض الأطعمة. وعلى الحامل أن تحرص على تناول حمض الفوليك دائما في خلال فترة الحمل. تشعر المرأة الحامل بالسعادة الغامرة عند سماعها أنها ستنجب طفلا بعد حوالي 9 أشهر، وتبدأ بطرح العديد من التساؤلات حول مرحلة الحمل وشكل نمو الجنين، خاصة إذا كان هذا حملها الأول، ويمر جنينها بعدة مراحل خلال هذا الشهر. كما يجب على الحامل أن تذهب إلى طبيبها الخاص باستمرار للتأكد من سلامة جنينها، وسنعرض في هذا الفيديو شكل الجنين في الشهر الأول من الحمل. الشهر الأول من الحمل: الأسبوع الأول، توجد ملايين الحيوانات المنوية داخل قناة فالوب. تلتقي الحيوانات المنوية بالبويضة وتتم عملية الإخصاب. تنتج البويضة المخصبة الزيوات بحيث ينقسم في هذه الطريقة باتجاه الرحم. تنغرس البويضة المخصبة في جدار الرحم بعد مرور 6 أيام من التخصيب. يتحول الزيغوبات إلى كروموسومات يتراوح مقاسهم بين 10 إلى 20 ملليمتر. ينتج الزيغوات بروتين الحمل الأولى الذي يثبت المناعة، حيث يتقبل الجسم وجود جسم غريب وهو الجنين. الحمل في الأسبوع الثاني: يمكن أن تنزل بعض نقاط الدم من المهبل، وهذا يحدث عند انغراس الزيغوات في جدار الرحم.
يغذي التكويف الأمونسي الجنين، حيث تتكون المشيمة التي تصبح فيما بعد هي المسؤولة عن التغذية، أي بعد مرور ما لا يقل عن 8 أسابيع من بداية الحمل يتكون الحبل السري ويبدأ وظيفته بشكل جزئي. الجنين في الأسبوع الثالث يكون حجم الجنين بحجم بذرة الخشخاش. يحاط الجنين بكيس الحمل والسوائل لحمايته. يتكون الجنين في هذه المرحلة من 3 طبقات من الخلايا، الطبقة الخارجية والطبقة الوسطى والطبقة الداخلية كما ذكرنا. تشكل الطبقة الخارجية لاحقا الجلد والشعر وعدسات العين وبطانة الأذن والخارجية والداخلية والأنف والجيوب الأنفية والفم وفتحة الشرج والأسنان وغدة الثدي والجهاز العصبي. تشكل الطبقة الوسطى الجهاز الهضمي، الجهاز العصبي والدماغ والمعدة والعظام والأعضاء الداخلية. في المراحل القادمة تشكل الطبقة الداخلية كلها من بطانة الرئتين واللسان واللوزتين والإحليل والغدد المرافقة والمثانة والقناة الهضمية. يشبع الجنين حبة الكمثرى ويمكن رؤيته عن طريق جهاز الأشعة فوق الصوتية. يمكن ملاحظة نبض الجنين بشكل جزئي. يشكل الجزء الدائري رأس الجنين والجزء المسنن سيكون العمود الفقري فيما بعد. شكل الجنين في الأسبوع الرابع تتشكل الحنجرة والأذن الداخلية وعدسة العين، لكن لا يمكن تمييزها حتى الآن. تتكون منابات الأطراف التي ستشكل الأيدي والكوع والأرجل والأصابع اليد والأصابع القدم. يشكل ذيل الجنين الذي يظهر في هذه المرحلة العمود الفقري فيما بعد. يبلغ طول الجنين في نهاية الأسبوع حوالي سنتيمتروب ووزنه 28 جرام. بمجرد معرفتك بخبر الحمل يتملك الشغل معرفة كل ما يحدث لجنينك لحظة بلحظة، مراحل نموه وحجمه وشكله وكيف يتحرك داخل الرحم. ستجدين في هذا الفيديو كل المعلومات في سلسلة متكاملة نقدمها لك في قناتنا قناة منوعات نور، نتناول فيها كل ما تودينا معرفتك عن جنينك شهرا بشهر. وفي هذا الفيديو نقدم لك كل المعلومات عن الجنين في الشهر الأول من الحمل أسبوعا بأسبوع داخل الرحم. يصعب تحديد بداية الشهر الأول وفي الحمل، لذا اتفق الأطباء والمنظمات العالمية على اعتبار أول يوم بعد انتهاء فترة الحيض هو بداية الشهر الأول من الحمل. وفي هذا الشهر لن تلاحظي تغيرات جسمانية، ولكنك ستجدين بعض الأعراض التي تتنبئين من خلالها بخبر حملك، مثل الغثيان والقيء، المغص وفقدان الشهية، نزول بعض قطرات الدم. الأسبوع الأول والثاني من الحمل، في أول أسبوعين من الحمل لا وجود للجنين بعد ولا توجد له صورة في الموجات فوق الصوتية. فكما ذكرنا سابقا يتم حساب فترة الحمل من أول يوم بعد انتهاء الدورة الشهرية، ويبدأ الجنين في التكوين بعد نحو أسبوعين من هذا التاريخ. يوجد في هذا الموعد الدقيق لبداية الحمل، ولكن من الصعب بل من المستحيل معرفة اللحظة التي يتم فيها التلقيح. لذلك اجتمع الأطباء على تثبيت اليوم الأول بعد انتهاء الحيض كبداية الحمل، ومدة الحمل 40 يوم من بداية هذا اليوم. حجم الجنين في الأسبوع الأول والثاني من الحمل، طول الجنين 0، حجم وزن الجنين 0. الجنين في الأسبوع الأول والثاني من الحمل يتحد الحيوان المنوي مع المبيضة لتكوين الجنين، والذي يكون عبارة عن كرة صغيرة جدا من الخلايا التي تبدأ في الانقسام وتكبر في الحجم تدريجيا في أول أيام الحمل. هذا هو الأسبوع الحقيقي، الأسبوع الثالث من الحمل. رحلة الحيوانات المنوية تم وصولها إلى البويضة بنجاح، ونجاح واحد منها من اختراق البويضة لتبدأ عملية التلقيح، وتبدأ الخلايا في الانغسام بسرعة لتظهر أول صورة للجنين عبر الموجات فوق الصوتية في هذا الأسبوع. الأسبوع الثالث من الحمل، الجنين في هذه المرحلة يطلق عليه اسم زيجوت، ويملك 46 كروموسوم و 23 من الأم و 23 من الأب. هذه الكروموسومات هي المسؤولة عن تحديد سمات وخصائص طفلك. ومن المثير للدهشة أن جنس طفلك وجميع صفاته الوراثية الموروثة مثل لون العين ولون البشرة ولون الشعر والجلد ونوع الجسم
تحدد من لحظة الاتحاد الأولى بين الحيوان المنوي والبويضة. بعد عملية الإخصاب، هذه هي الكرة المكونة من الخلايا، تبدأ رحلتها عبر قناة فالوب للدخول إلى الرحم، وتبدأ في زراعة نفسها داخل الرحم. الحجم الجنين في الأسبوع الثالث من الحمل صفر ووزنه صفر. الأسبوع الرابع من الحمل، في هذا الوقت الذي يظهر فيه الحمل بشكل واضح وتحصلين على نتائج إيجابية عند عمل اختبار الحمل المنزلي، يسمى الجنين في هذه المرحلة إمبريو. الجنين في الأسبوع الرابع من الحمل، في هذه المرحلة ينقسم الجنين إلى ثلاث طبقات من الخلايا. الطبقة الأولى يتكون فيها الجهاز العصبي والعين والشعر والجلد. الطبقة الأولى يتكون فيها القلب والأوعية الدموية والعظام والعضلات والجهاز التناسلي. الطبقة الأخيرة تتكون فيها المعدة والأمعاء والرئتين وباقي أعضاء الجسم. في هذا الأسبوع من الحمل تبدأ المشيمة في التكوين وتجهيز المسار المسؤول عن توصيل الغذاء والأكسجين للطفل طوال فترة الحمل، ويحيط كيس الحمل بالجنين الذي يحتوي السائل الأمنسي لحمايته من الداخل. حجم الجنين في الأسبوع الرابع، طول الجنين حوالي ربع مليمتر ووزن الجنين حوالي 1 جرام. تعرفي على الحمل في توأم في الشهر الأول. التوأم غير المتطابق، يتم تخصيب بويضتين منفصلتين عن طريق زوج من الحيوانات المنوية، وكل طفل منهما مشيمة خاصة ووسائل أمنسي خاصة به. التوأم المتطابق يحدث في حالة انقسام بويضة واحدة مخصبة من حيوان منوي واحد، وتتطور إلى زوج من الأجنة لتصبح نتيجة توأم متطابق، ومن الممكن أن يتشارك المشيمة نفسها ولكن لكل منهما سائل أمنسي خاص به. بعد أن وضحنا لك مراحل تطور الجنين في الشهر الأول من الحمل، تابعينا في الفيديوهات القادمة إن شاء الله لتتعرفي على مراحل تطور الجنين في باقي أشهر الحمل. كده نكون خلصنا حلقتنا النهاردة، أشوفكم على خير في حلقة جديدة من قناتنا قناة منوعات نور. وقبل ما ننهي الفيديو، أحب أفكركم باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتشيروا الفيديو عشان تدعمونا ويوصل لأكبر عدد ممكن. أشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.